انا اليوزر. يوزر تقيل يعني من اوله يعني. صح انت اللي راح يسوي لك تيست ولا راح يتمتع بالديزاين الحلو ولا راح يشوف راح يكون من الجوري، لكن انا راح ناخذ الديزاين. انا ان شاء الله ميسي بيجيبوها لي. سمعتوا ميسي؟ ما خلينا نتكلم اخوي. لا تجيبوا له ميسي. زين ايش كنا نقول؟ لا نسيت. المهم ما راح اخلي حد ياخذ الاول في الديزاين. بدري عليك. شوف 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 اسمحوا لي. شوف حبيبي شوف حبيبي وانت اسمح لي كثير يعني انت. شوف حبيبي شوف 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 في فرق. انت عندك شغله واحده في الديزاين، شغله واحده بس جوتي. ما يعني إيه؟ بس شغله واحده جوتي مثل ما قال لك. صباط سوفت وير. لحظه صباط وسوفت وير ما لخص الديزاين. السوفت وير ما مبين ما بشوفه. لا بس بتشوفه يوم البرايم لازم تشوفه. ما لخص لكن هو هي فرقت. ايه ريحه زبط ومخبي فايبريشن. فرقت يعني انت الضوء فايبريشن ريحه. بعدين بكره بتعمل لي الصباط مبوز من قدام بس اسوي مثل عادل عادل وحط له هاي الرباطات معلم. زين بتحط شيء تميمه وفارس وما شنو. لا لا بدون اسامي تجاريه. انا الصباط نقول كيفاش تفكر نديره في الديزاين. فكر تديره يضوي الوانك. انا اقول لك شالي احمر وازرق. انا ايوه هاي تبع الاولاد الصغار بتضوي من ورا هاي منيحه. أيوة بس انا اقول لك اعمل صبات للتريننج عشان بده يضربون ضرب. اعمل صبات للتنس واعمل صبات للفوتبول اندور او معلم. لا الجمل رح يكيف. سؤال سؤال ليش ما تخلي الجمل يمارس جميع الرياضات؟ يعني مثلا الجمل الحين عندنا احنا شفنا حصان يلعب كوره. زين شفنا انا شفت بعيني. وين شفت الجمل حصان يلعب كوره؟ حصان يلعب كوره. اي 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 دربوهم يلعبون كرة. ويلبس جوتي هاي الحصان؟ إيه يلبس عادي يعني. زين فما بالك الجمل يعني الجمل يعني. يلا بلشنا كش. ترى مشيناها لك ترى. يا أخوي إذا مش مستاهل خذوها مني. إذا بستاهل خلوها لي بالديزاين. ما يصير خلاص راحوا خلاص. إن شاء الله بتستاهل ما بتستاهل نحن أخذها منك. حرام عليكم ما تقسوا علي كثير يا أخوان. ما نقص عليك. لا انا اخوك. انت قسوت علينا. لا انت قسوت علينا في الانجينيرينج. ما قسوت عليك. أنتوا رخيتوا زي ما قلت. أنتوا 91 الثانية 84. يا طيب وين؟ يا طيب وين يا الحبيب وين؟ شوف وين رايح؟ ما منكم اقدر اجيب 96 في الديزاين، انا بجيب 96 والحقني اذا تقدر. انت بتجيب 96؟ 96. انت قلت انا بجيب صح؟ ايه. انا اقول ان شاء الله. ان شاء الله ما راح اجيب الا. ولا تقول اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. انا اقول ان شاء الله. انا اقول ان شاء الله اذا ايه. حنوا علي اللجنه. الله انزين بكرمهم. اي بكرمهم. وطبعا بابهارهم من جهتي بشغلي انا ان شاء الله راح اجيب اكثر من 97. ان شاء الله راح اجيب اكثر من 97. ان شاء الله ان شاء الله. بس اذا انور جاب صراحه انا قبلت يعني. ثقافه الاحذيه. الله يعينك. ان شاء الله بعد 50 سنه الواحد يصير بقى كل جمل بقى بيتباهى بالحذاء تبعه. انا اول ما نزلت الالتراسون اسمع ايطاليا شوي شوي هذا بوت رياضه. اسمع شوي لأن نفس الماركات نفس الشنط وهاي شوي للجمل لابس كذا حركات وقلاص والأنثى بنسوي لها ألوان حلوة. شفتي كعب عالي للناقة. اسمع شوي للدمير شي رفع رين شي الجمل بيرويهم شوي للجمل شوي